حقيقة جديدة يشهدها الأمن الأوروبي بعد العملية الروسية في أوكرانيا. يقول الناتو إنه بدأ عملية إعادة ضبط الردع والدفاع على المدى الطويل، وعلى الجبهة الشرقية الأوروبية أرسل تعزيزات عسكرية بنحو 8 أضعاف من البلطيق إلى البحر الأسود. ينتشر 315,000 جندي من قوات الناتو، توزعوا على النحو الآتي: 9,000 جندي في إستونيا، ونحو 9,000 جندي آخرين في لاتفيا، قرابة 29,000 جندي في ليتوانيا. أما في بولندا المضيف الأكبر، ربع قوات الحلف هناك، فالرقم يصل إلى 130,500. في سلوفاكيا نحو 15,000 جندي ومئة، ونحو 25,000 جندي للناتو على أهبة الاستعداد. في المجر كذلك، في هنغاريا كذلك، في رومانيا ما يزيد عن 79,000 جندي. أخيرا بلغاريا، بلغ مجموع قوات الناتو لديها نحو 27,000 جندي. كان ذلك غرب الحدود الأوكرانية. على الشرق وداخل أراضيها تتقدم القوات الروسية وإن ببطء، لكنها تحافظ على سيطرتها. في إقليم دونباس يتقدم خط المواجهة نحو الحدود الإدارية لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك، وذلك لربط القوات الروسية هناك بقوات القرم وجنوب خاركيف. ومن هناك تستمر أكثر المعارك دراوة في مدينة سيفيرودونيتسك في لوغانسك، في هجمات شبه يومية على المدينة. ومنها تتقدم القوات الروسية بشكل حاسم باتجاه الشمال الغربي نحو إيزيوم، التي هاجمتها القوات الروسية مرارا من الشمال. ومن خاركيف إلى الشمال تستمر القوات الروسية بالتوغل باتجاه كييف، وتفشل في الاستيلاء على تشيرنييف جنوب شرق. هناك ماريوبول كذلك، أو في الجنوب الشرقي هناك ماريوبول، إضافة إلى ما ذكرنا، هذه المدينة الساحلية الصامدة بعد شهر من الحصار الروسي لا تزال عمليا تحت سيطرة القوات الأوكرانية رغم القصف الروسي العنيف عليها، بعد المكاسب البطيئة ولكن المتسقة التي تحققها القوات الروسية. وبعد السيطرة على خيرسون، من المحتمل جدا أن تكون كريفيري الهدف التالي للقوات الروسية. وفي لوفيف تعرضت منشأة تخزين الوقود إلى دمار كبير بعد استهدافها بصواريخ كروز روسية نتجت عنها انفجارات دوت في السماء. Thank you.